على هذه المدارج شاهد الرومان أشرس المصارعة، وفي هذا المسرح الضخم أقيمت أعظم العروض والمسرحيات من العهد الروماني إلى يومنا هذا. هنا أوذنا، مدينة الأسرار، على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية تقع أوذنا، مدينة الأسرار والروايات القديمة. هنا في حوض وادي مليان الخصيب تنتشر أطلال مدينة رومانية تأسست منذ أكثر من 2000 عام لتحكي حكاية حضارة عريقة وعالم لا يزال جزء منه مخفيا تحت الأرض. أوذنا أو أوتينا الرومانية، المدينة التي احتضنت في يوم من الأيام جنود الفيلق 13 الروماني، مدينة شيدت في نهاية القرن الأول قبل الميلاد وبلغت ذروة ازدهارها في القرن الثاني الميلادي. هذا المسرح المدرج الشاهق المنتصب بمدارجه الصخرية ودهاليزه المهيبة كان يحتضن 17,000 متفرج، شاهد على معارك ضارية. إنه رابع أكبر المسارح الدائرية بشمال أفريقيا بعد قرطاج والجما في تونس ولبدا في ليبيا. هنا عاش الرومان لحظات الترفيه والإثارة، هنا كانت تنطلق الأصوات العالية ممتزجة بصدى المسرح الضخم. وما بين المعابد والمسرح توجد الحمامات العمومية حيث عاش الرومان لحظات الرفاهية والاسترخاء. حمام أوذنا الكبير تحفة معمارية تغطي 10,000 متر مربع، إنه تصميم متناظر بإتقان، يصنف ضمن الحمامات الإمبراطورية الرومانية الأكبر والأشهر في إفريقيا. أوذنا ليست مجرد آثار صامتة، إنها موقع يمضي بالحياة، يحمل بين طياته أسراراً لم تكشف بعد. هذه المدينة لم تكن فقط مركزاً للرومان، بل استمرت في العصور الإسلامية حيث استخدمت معالمها القديمة، أين وجدت كميات من الفخار الإسلامي الذي يعود إلى القرنين 10 و11.